تأكيدا لدور المرأة البحرينية في النهضة وضمن احتفال المجلس الأعلى للمرأة بيوم المرأة البحرينية هذا العام تحت شعار المرأة في المجال العسكري، تستأنف الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية تنفيذ مشروع التوعية المرورية المستمر لطلبة المرحلة الثانوية والهادف إلى التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية كونها سمات حضارية يجب أن يتمتع بها كافة مستخدمي الطريق لما لها من أهمية بالغة في المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الحوادث المرورية. حابين نبين دور المرأة أو الشقة النسائية في الإدارة العامة للمرور في نشر الوعي والثقافة المرورية، وهذا ما يدل على الشراكة المجتمعية. تم التنسيق مع تويوتا بلازا لزيارة المركز، وتم من خلاله الشرح على أقسام الحوادث المرورية، التعرف على مسبباتها، عرض الأفلام التوعوية المرورية، بالإضافة إلى الشرح على وسائل السلامة المرورية. طبعا في النهاية الهدف نشر الوعي والثقافة المرورية لجميع طلاب المدارس التربية والتعليم. التركيز على توعية الطلاب الثانوية كونهم مقبلين للحصول على رخصة السياقة وضرورة تقديم الوعي الثقافي المروري لتمكينهم من استخدام الطريق بطريقة آمنة وبعيدة عن أي إصابات وحوادث من خلال التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية للمحافظة على سلامة الجميع، وذلك من خلال الزيارة التي قامت بها طالبات المرحلة الثانوية إلى مركز تويوتا بلازا للإطلاع على أحدث وسائل المتانة والسلامة في المركز. مجهزين إن شاء الله بعض الأشياء السيميليترز وبعض السيارات اللي فيها الحوادث. بنحب نراوي الطلبة أهم الأشياء الموجودة فيها، الأجهزة الموجودة فيها اللي تخدم السائق تخدم الركاب في سلامتهم أثناء السياقة وأثناء جول السيارات. إنه حطوا تقنيات جديدة في السيارات زي ما كان فيها قبل، إنه تحمي الناس في أوقات الحوادث زين، فإنه كل ما يتطور الزمان يتطورون الأشياء اللي في السيارات عشان تحمي الناس. وشفت إن تقنيات وايد جديدة حطوها في السيارات خوفا على الناس اللي موجودين في السيارات. تحفيز الطلبة للمشاركة في فعاليات وأنشطة الإدارة العامة للمرور في تحقيق أهداف تلك المشاريع المرورية التوعوية بالتعاون مع شركات ومؤسسات المجتمع المدني يؤكد مبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق الغاية المنشودة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من الخطر.